السلام عليكم. مثل ما ذكرنا، البروسيس سكجولينج اللي هو جدولة العمليات هو أحد الأمور الرئيسية الموجودة في يعني الحاسوب أو في نظم التشغيل، واللي تحصل دائما يعني أثناء عمل الحاسبة. الهدف من عنده هو ماكسمايز ذا سي بي يو يوز. يعني سابقا عندما كانت هناك عملية واحدة فقط تعمل فيها المعالج في الوقت الواحد، كان المعالج مثلا يضطر إلى الانتظار إذا كانت هذه العملية تنتظر نقرة ماوس أو نقرة كيبورد أو ملفات يتم إدخالها أو نقلها عبر الشبكة، في حين الآن مثلا إذا كانت هناك عملية معينة تنتظر شيء معين يتم وضعها على جنب وإدخال عملية أخرى للمعالج، لإبقاء المعالج يعني عاملا ومشغولا أطول مدة ممكنة، يعني لزيادة استغلال أو الاستفادة من المعالج، وبالتالي زيادة سرعة الحواسيب. وبالتالي نحتاج انه quickly switching processes onto CPU for time sharing. يعني نحتاج انه نقوم بتغيير العمليات التي يتم تنفيذها داخل المعالج من اجل التايم شيرنج، مشاركه الزمن بين هذه العمليات. يعني بدل انه يتم معالجه عمليه واحده فقط في المعالج، نستطيع انه ادخال 10 او 20 عمليه وتتبادل الادوار داخل المعالج في اجزاء من الثانيه. يعني لانه سرعه المعالج كبيره جدا. مثلا اليوم اذا كان لدينا معالج يعمل بسرعه 2 جيجا هرتز، معناته هو يستطيع تنفيذ 2 مليون عملية في الثانية الواحدة. وبالتالي يعني إذا كان هناك 4 أو 5 عمليات تعمل في داخل المعالج في نفس الوقت، فكل واحدة منها راح تحصل على جزء كبير من الثانية الواحدة، وبالتالي راح تنتقل أو راح يتحول المعالج بين هذه العمليات بشكل سريع جدا، بحيث أنه احنا ما نستطيع تتبعه. فنعتقد أنه المعالج يعمل على كل البرامج في نفس الوقت، بحيث انه احنا نشغل ملف الوورد ونقوم بالطباعه ونقوم بالاستماع الى موسيقى معينه ونقوم بفتح متصفح الانترنت وكل هذه الامور في نفس الوقت، في حين هو ان المعالج هو معالج واحد. فاحنا نعتقد انه المعالج يعمل على كل هذه العمليات في نفس الوقت، الا انه في الحقيقه يعمل على كل واحده منها على حده في اجزاء من الثانيه، ولكنه يتحول بينها بشكل سريع جدا الى درجه لا تسمح لنا بتتبع هذا الشيء. لذلك لدينا ما يسمى بالبروسيس سكجولرز، اللي هي مجدولات العمليات اللي تختار واحده من هذه العمليات التي يعني مجموعة من العمليات من الهارد إلى الرام، واللي راح تنفذ في المستقبل في داخل المعالج. طبعا البروسيس سكجولر مجدول العمليات يجب أن يحافظ على أو يقوم بإدامة أو صيانة البروسيسنج كيوز، اللي هي طوابير الانتظار أو طوابير الجدول للعمليات. أكو عندنا ما يسمى بالجوب كيو، اللي هو مجموعة كل العمليات في النظام. الريدي كيو هو مجموعة أو طابور العمليات التي هي في طور الانتظار والموجودة في الذاكرة الرئيسية تنتظر أنه يتم تنفيذها من قبل المعالج. الديفايس كيو هي او الديفايس كيوز اللي هي طوابير الاجهزه، والتي هي مجموعه العمليات التي تنتظر اجهزه ادخال واخراج، يعني تنتظر حصول شيء معين من قبل الاجهزه الاخرى المرتبطه بالحاسوب. طبعا العمليات تهاجر او تغادر او تغير حالتها بين هذه الطوابير المختلفه. هنا اكو عندنا فد امثله معينه على هذه الطوابير. الطابور عاده مثل ما نعرف اكو بي هيد واكو تيل. الهيد يشير الى او بوينتنج، يعني هو عباره عن بوينتر الى الفقرة أو الجزء المقد يعني القادم من عنده، في حين التيلد يشير إلى آخر جزء من هذا الطابور. لاحظ هنا مثلا عندنا الكيو هيدر يعني يحتوي على البي سي بي 7 والبي سي بي 2 مثلا فقط. الماجنتيك تيب يونت 0 مثلا يحتوي على هيد وتيلد، آخر شيء يعني بالنهاية هذا يشير إلى 0 يعني أو نل، لأنه يعني يشير إلى نهاية الطابور. هنا نلاحظ أنه الهيد والتيلد اثنيناتهم تشير إلى نل، يعني أنه ليس هناك ماجنتيك تيب في حالة انتظار مثلا. كذلك هنا ليس هناك مثلا ماجنتيك تايب يونت 1، ايضا ليس هناك عمليات تنتظر هذا الماجنتيك تايب. مثلا بالنسبه للديسك يونت 0 نلاحظ انه اكو عندنا العمليه بي سي بي 3 بي سي بي 14 بي سي بي 6، هذا كلهن ينتظرن تفرغ هذا الديسك او تفرغ جزء من هذا الديسك لكي يتم وضع هذه العمليه بداخله لكي تكون جاهزه للتنفيذ من قبل المعالج وهكذا. بعد ذلك نلاحظ انه يعني التيل اخر شيء يشير الى نل، التيل في البدايه يشير الى اخر عمليه، يعني مثل يعني هيكل الطابور معروف يعني بالنسبه لنا. مثلا التيرمينال يونت 0 ايضا يحتوي على هيد وتيل، اثنيناتهم يشيرون الى اخر عمليه اللي هي العمليه الوحيده الموجوده في هذا الطابور. Representation of process scheduling يعني تمثيل جدوله العمليات. عاده العمليات يعني مثل ما ذكرنا تكون في حاله نيو في البدايه، ثم تاتي الى الريدي كيو اللي هي تكون في حاله ريدي. بعد ان تكون العمليه في حاله ريدي تاتي الى المعالج عندما يحين الوقت المناسب لها، يعني من قبل المجدول. بعد ذلك اذا انتهت العمليه راح تكون terminated في هذه الحاله. اما اذا حصلت في حاله معينه للعمليه، مثلا انه طلبت اجهزه ادخال واخراج، يتم ادخالها الى طوابير الادخال والاخراج. بعد تحقق الادخال والاخراج راح ترجع مره اخرى الى حاله الردي. اذا الوقت الزمني المخصص لها اللي هو التايم سلايس، اللي هو الشريحه الزمنيه المخصصه لهذه العمليه، انتهت، يعني ايضا يتم اخراجها من المعالج وتنتظر مره اخرى في طابور الاستعداد.
إذا احتاجت العملية أنه فورك a child، يعني احتاجت إلى أنه تقوم بإنشاء فد عملية جديدة، راح يتم تنفيذ العملية، يعني نحتاج أنه نقوم بتنفيذ child إلى عملية الطفل الخاصة لهذه العملية، وبعد ذلك أيضا العملية parent راح تكون منتظرة في حالة ready queue. أيضا إذا كان لدينا interrupt، يعني waiting for an interrupt، إذا كانت العملية تنتظر حصول interrupt معين لكي يعني تكتمل، أيضا تقوم بالانتظار في هذه الحالة، تنتظر حصول الانتربت ثم بعد ذلك تذهب إلى الريدي كيو. كل هذه الحالات يعني هي جزء من عملية البروسس سكيدجولينج، جدولة العمليات. المجدولات مثل ما ذكرنا هناك عدة أنواع، أكو الشورت تيرم سكيدجولر، أكو اللونج تيرم سكيدجولر. شورت تيرم سكيدجولر اللي هو ما يسمى يعني المجدول قصير الأمد، اللي هو مجدول المعالج، ويختار العمليات التي يجب أن تنفذ مستقبلا في المعالج. في الكثير من الأحيان يكون هو هذا المجدول الوحيد في النظام. الشورت تيرم سكيدجولر يتم تنفيذه بشكل سريع جدا، يعني في الملي سكوندز، يعني في أجزاء من الألف من الثانية، ولذلك يجب أن يكون سريع جدا. اللونج تيرم سكيدجولر اللي هو المجدول طويل الأمد أو يسمى بالجوب سكيدجولر، يقوم باختيار العمليات التي يجب أن تجلب إلى طابور الاستعداد. يعني هنا نتصور أنه هنا يشتغل عندنا اللونج تيرم سكيدجولر، يقوم باختيار العمليات التي تأتي إلى طابور الاستعداد، وهنا يجي عندنا الشورت تيرم سكيدجولر اللي هو المجدول قصير الامد الذي يقوم باختيار العمليات التي يجب ان تدخل الى المعالج، لانه هنا راح يكون عندنا مجموعه كبيره من العمليات في حاله الانتظار. ايضا مثل ما ذكرنا اللونج تيرم سكيدجولر يتم تنفيذه بشكل اقل تكرارا، يعني في الثواني او عده دقائق، وذلك يمكن ان يكون ابطا من الشورت تيرم سكيدجولر. اللونج تيرم سكيدجولر يتحكم بدرجه المالتي بروجرامينج، يعني هنا كلما قمنا بجلب عمليات أكثر إلى طابور الاستعداد، كلما جعلنا الحاسبة فيها درجة ملتي بروغرامينج أو درجة تعدد برامج أكثر. ومثل ما نعرف إحنا الملتي بروغرامينج هي واحدة من الأهداف الرئيسية للمعالجات ونظم التشغيل الحديثة، لأنه كلما كان المعالج قادرا على تنفيذ أكثر عدد من البرامج بدون أن يكون يعني في حالة بطء أو تلكؤ، كلما كانت الحاسبة أفضل وأسرع وأكثر مناسبة للاستخدام. البروسيسز كان بي ديسكرايبد أز أيذر، العمليات يعني بصورة عامة يمكن أن توصف العملية بأنها عملية مقيدة لأجهزة الإدخال والإخراج، إذا كانت تقضي معظم وقتها في أجهزة الإدخال والإخراج وأكثر من الحسابات، مع وجود يعني فترات قصيرة متقطعة من المعالجة داخل المعالج. العملية أيضا تسمى أنها مقيدة للمعالج إذا كانت تقضي معظم وقتها في الحسابات وقليل جدا من وقتها تكون في يعني انتظار أجهزة إدخال وإخراج. Long term schedulers strive for good process mix، يعني طبعا المجدولات طويلة الأمد تعمل جاهدة من أجل الحصول على البروسيس ميكس، اللي هو يعني دمج العمليات والتأكد من أنه لن يكون هناك deadlock ولن يكون هناك عملية starving، يعني أو تبقى يعني غير منفذة لمدة طويلة، وإنما هو يعني يحرص كل الحرص على دمج العمليات والحرص على وجود عدالة بين هذه العمليات اعتمادا على البرايورتي الأولوية الخاصة بها. بعض النظم التشغيل تضيف ما يسمى بالميديوم تيرم سكيدجولينج اللي هو جدولة متوسطة الأمد. الميديوم تيرم سكيدجولر يمكن أن يضاف إذا كان يعني مطلوب تقليل درجة المالتي بروغرامينج، طبعا يقوم بإزالة العمليات من الذاكرة وخزنها في الديسك وثم إرجاعها مرة أخرى لإكمال التنفيذ. يعني اللي شفناه سابقا أنه إذا كانت العملية نيو وجاءت إلى الريدي كيو تذهب إلى المعالج، ثم بعد ذلك أما أن تنتهي بنجاح مباشرة أو أنها تنتظر إدخال وإخراج فتذهب إلى الانبوت أوتبوت، ويعني عند حصول يعني عملية الإدخال والإخراج تعود مباشرة إلى الريدي كيو. الميديوم تيرم سكيدجولر هو يقوم بهذه العملية بالضبط، أنه إذا كان هناك عملية منفذة جزئيا أو نسبيا بارشيالي، يتم عملية سواب أوت، يتم إخراجها من المعالج وإدخالها في هذا الطابور للعمليات المنفذة جزئيا، ثم بعد ذلك يتم عملية سواب إن أيضا إدخالها مرة أخرى إلى الريدي كيو لكي يتم تنفيذها من قبل المعالج بعد ذلك. المالتي تاسكينج بالموبايل سيستمز، يعني كل المالتي تاسكينج اللي تحدثنا عنها لحد الآن هي كانت لأنظمة البي سي أو اللابتوب، يعني الديسكتوب بشكل عام. أنظمة الموبايل سيستمز اللي هي يعني ظهرت حديثا يعني أو أحدث نسبيا من أنظمة الحواسيب الشخصية، فيها درجة مالتي تاسكينج أقل من درجة المالتي تاسكينج الموجودة بالحواسيب لعدة أسباب. مثلا نظم الحواسيب الموبايل اللي هي early versions of iOS، يعني نظم التشغيل الحديثة أو السابقة من iOS كانت تسمح فقط لعملية واحدة في بالتنفيذ and others suspended، يعني عملية واحدة فقط تعمل في الوقت الواحد وبقية العمليات يجب أن تكون في حالة انتظار.
بسبب السكرين ريال استيت، يعني بسبب حالة الشاشة للهواتف النقالة أو الهواتف الذكية، لأنه الشاشة صغيرة ولا تسمح بتعدد البرامج في نفس الوقت، فإن واجهة المستخدم يعني تقيد الاي او اس بأنه يوفر سنجل فور جراوند بروسيس، عملية واحدة فقط تعمل في يعني في الواجهة للمستخدم، واللي هي مثلا إذا كنت تتصفح الإنترنت راح يكون فقط هذه هي الواجهة المتاحة لك، يعني لا تستطيع أنه تتصفح الإنترنت وتقوم بالطباعة في ملف طباعة في نفس الوقت، مثل ما هو موجود في الحواسيب الشخصية مثلا. وبالتالي السنجل فور جراوند بروسيس، العملية الموجودة في الواجهة، هي التي راح تتحكم باليوزر انترفيس، بواجهة المستخدم. إلا أنه يعني يمكن في نفس الوقت هناك مالتيبل باك جراوند بروسيسز، عمليات كثيرة في الخلفية تعمل، يعني مثلا تستطيع أنه تقوم بتصفح الإنترنت وبنفس الوقت تقوم بالاستماع للموسيقى من قبل مشغل الصوتيات الموجود أيضا يعمل في الباك جراوند في خلفية النظام، وأيضا بنفس الوقت تستطيع أنه تقوم بنقل ملفات باستخدام البلوتوث أو غيرها أيضا في الباك جراوند. في الذاكرة طبعا running but not on the display، يعني هذه كلها راح تكون في موجودة في الذاكرة أو في خلفية الجهاز، ولكنها لا تكون معروضة إلى المستخدم في نفس الوقت. Limits include single short task receiving notifications of events. هذه القيود يعني تتضمن أنه يجب أن يكون لدينا مثل ما ذكرنا single foreground process، ويجب أن تكون short task. بعض الأحيان أيضا يعني تسمح بظهور notifications اللي هي التنبيهات التي تظهر على الشاشة لإيفنتس معينة، مثلا تم استلام ملف، تم استلام رسالة وغيرها من الأمور الأخرى. Specific log running tasks like audio playback، يعني هذه النوتيفيكيشنز اللي هي الأحداث قصيرة الأمد مسموح بها في بعض الأحيان حتى إذا كنا نستخدم برامج أخرى، لأنه الأحداث طويلة الأمد مثلا الأوديو يجب أن تعمل فقط في الباك جراوند، يعني في خلفية النظام. بالنسبة للأندرويد فإنه يوفر أو يقوم بتنفيذ برامج في المقدمة أو في الخلفية with fewer limits، يعني القيود الموجودة في الأندرويد أقل من القيود الموجودة في الآي أو إس. الباك جراوند بروسيسز تستخدم السيرفيسز، لأنه بهذا هنا في الأندرويد أكو عندنا ما يسمى بمفهوم السيرفيس، فالسيرفيسز يمكن أن تعمل في الباك جراوند وبشكل طبيعي يعني مهما كان عددها وطولها. أما السيرفيسز can keep running even if the background process is suspended، يعني الخدمة تستطيع أن تبقى في حالة تنفيذ حتى إذا كانت العمليات في الباك جراوند معطلة أو مقيدة أو متوقفة بشكل مؤقت. Service has no user interface, so small memory use، لأنه السيرفيسز تحت ليس لديها واجهة مستخدم وتستخدم ذاكرة قليلة جدا، فإنها من الطبيعي أنه تبقى تعمل في الخلفية حتى إذا كان المستخدم يتفاعل مع يعني بروسيس أخرى في الفورجراوند. الكونتكست سويتش اللي هو يعني تحويل السياق مثل ما ذكرنا قبل قليل، هو أنه المعالج إذا كان يريد أن يتحول من عملية إلى أخرى فإنه يقوم بحفظ حالة العملية السابقة القديمة وتحميل حالة العملية الجديدة قبل بدء تنفيذها. هذا ما يسمى بالكونتكست سويتش اللي هو شرحناه قبل في المحاضرة السابقة في المخطط يعني البياني. الكونتكست اوف ذا بروسيس ريبريزنتد ان ذا بي سي بي، سياق العملية، عندما نقول كونتكست اللي هو سياق العملية نقصد به هو البروسيس كنترول بلوك اللي هو يعني بلوك التحكم بالعملية اللي شرحناه سابقا. الكونتكست سويتش تايم از اوفر هيد، يعني الزمن المصروف للتحول بين العمليات هو يعتبر عبء اضافي لانه النظام لا يقوم باي شيء مفيد اثناء هذا الوقت، وبالتالي كلما كانت المور كومبلكس او اس، يعني كلما كان النظام التشغيل اكثر تعقيدا واصبحت البروسيس كنترول بلوك اكثر تعقيدا، كلما كانت الفتره للتحول لتحويل السياق اكثر طولا، يعني راح يصير لونجر. تايم ديبندنت اون ذا هاردوير سبورت، يعني ايضا كلما كان الهاردوير اقوى، يعني كلما كان الجهاز اسرع وكان فيه قابليه دعم للكونتكست سويتش اكثر، كلما كانت مده الكونتكست سويتش اقصر. يعني some hardware provide multiple sets of registers per CPU multiple context switch at first، يعني انه يقول بعض الهاردوير تقوم بتوفير عده مجموعات من المسجلات لكل معالج، وبالتالي نستطيع ان نقوم بعده عمليات تحويل سياق في نفس الوقت باستخدام هذه الريجسترات. يعني العمليات يعني الإجراءات التي نستطيع تنفيذها على العمليات مثل ما ذكرنا انشاء العمليات وحذف العمليات وغيرها من الامور الاخرى. بالنسبة لإنشاء العملية، الparent process العملية الأب تقوم بخلق أو إنشاء children processes، يعني العملية الرئيسية تقوم بإنشاء عمليات فرعية، والتي بدورها أيضا تقوم بإنشاء عمليات فرعية أخرى منشئة ما يسمى بالتري، أي أنه تكون لدينا شجرة من العمليات. Generally process identified and managed via process identifier، يعني عادة العملية يتم تعريفها وإدارتها باستخدام ما يسمى بالPID اللي هو process identifier اللي هو معرف العملية، هو عبارة عن رمز أو رقم أو اسم خاص لكل عملية يقوم بتمييزها عن بقية العمليات.
بالنسبه لخيارات مشاركه الموارد، يعني احنا مثل ما ذكرنا العمليه اول ما يتم تخصيصها للمعالج او اول ما يتم وضعها في الراندوم اكسس ميموري في الذاكره الرئيسيه، تخصص لها مجموعه من الموارد اللي هو وقت النظام او وقت السي بي يو الخاص بها، الذاكره الخاصه بها، اجهزه الادخال والاخراج. فاذا كان لدينا parent و children يعني اب وابناء، عمليه اب وعمليات ابناء، فهناك عده خيارات لمشاركه الموارد فيما بينها. بعض الاحيان البيرنت والتشيلدرن شير اول ذا ريسورسز، يعني العمليه الاب والعمليات الابناء تقوم بمشاركه كل الموارد بشكل طبيعي. بعض الاحيان التشيلدرن شير سبسيت اوف بيرنتس ريسورسز، بعض الاحيان الابناء يقومون بمشاركه فقط يعني مجموعه جزئيه من موارد الاب، يعني الاب راح العمليه الاب راح تحتفظ باغلب الموارد لنفسها وتقوم بتخصيص جزء فقط منها الى التشيلدرن. بعض الاحيان البيرنت اند تشايلد شير نو ريسورسز، يعني بعض الاحيان عندما يقوم البيرنت بانشاء عمليه تشايلد راح يقوم النظام بتخصيص موارد جديده الى العمليه تشايلد، ويعني يقوم بالمحافظه على كل الموارد الاصليه لعمليه البيرنت له، يعني لها لوحدها. الاكسكيوشن اوبشنز ايضا يعني خيارات التنفيذ، بعض الاحيان البيرنت اند تشيلدرن اكسكيوت كونكرنتلي، يعني عمليه الاب وعمليات الابناء تقوم بالتنفيذ بشكل متزامن. بعض الاحيان الاب يقوم بالانتظار حتى تنتهي عمليات الابناء ثم يقوم هو باكمال التنفيذ. هذا طبعا تحصل اذا كانت العمليه الاولى مثلا تقوم بانشاء عمليه ثانيه واللي هي مثل ما ذكرنا قد تكون كلاس او فانكشن، وتنتظر نتيجه تنفيذ هذه الفانكشن لكي تستطيع اكمال تنفيذها. يعني بهذه الحاله ايضا تنتظر انه تنتهي الشيلدرن بروسيسز لكي يبدا البيرنت بروسيس بالعمل. هنا عندنا ايضا يعني كانه تري اوف بروسيسز ان لينكس، في لينكس مثلا انت بروسيس اي دي هو واحد، هذا هو خلينا نكون نقول البيرنت بروسيس، واللي هو عاده يكون الروت في يعني عند بدايه تشغيل اي نظام تشغيل يحتوي على هذا التري ستراكشر اللي هو هيكل الشجري للعمليات، يكون العمليه الاصليه البيرنت لكل العمليات الاخرى هي الكيرنل او الروت. بعد ذلك تقوم بانشاء عده عمليات، وكل واحده من هذه العمليات ايضا تقوم بانشاء عمليات تشيلدرن لها، وتستمر العمليه يعني بالتكرار. هذا ايضا يعني اكمالا لهذا الحديث انه الادرس سبيس اللي هو حيز العنوان او حيز الذاكره المتاح للبيرنت بروسيس، ممكن انه تشايلد دوبليكيت اوف بيرنت، ممكن انه يكون نفس الحيز العنوان الخاص بالبيرنت هو يخصص للتشايلد. بعض الاحيان لا، تشايلد هاز بروجرام لودد انتو ات، يعني يكون هناك ادرس سبيس خاص للتشيلدرن يختلف عن الادرس سبيس الخاص للبيرنت. يونكس اكزامبلز، يعني من امثله من نظام تشغيل اليونكس، اكو عندنا السيستم كول اللي اسمه الفورك اللي تحدثنا عنه في الفصل السابق، يقول يستخدم لانشاء عمليه جديده. السيستم كول اللي اسمه اكسك اي اكس اي سي يستخدم يعني بعد الفورك لاستبدال حيز الذاكره الخاص بالعمليه ببرنامج جديد. يعني هنا اكو عندنا في التمثيل حقيقي او مثلا يعني صوري لهذه العمليه، اذا كان لدينا فورك لبيرنت راح يذهب مباشرة إلى عملية الويت، أما إذا كان لدينا فورك لعملية لشايلد فالشايلد راح يحتاج أنه يقوم بعملية الإكسكيوشن، بعد انتهاء الإكسكيوشن يقوم بعملية الإكزيت، بعد انتهاء الإكزيت يكون البيرنت مستعدا لأنه يعني ريسيوم، يعني إعادة التنفيذ أو إكمال تنفيذه في داخل المعالج. هذه العمليات أيضا مشروحة ببرامج بسيطة بالسي بلس بلس، يعني هذا البرنامج لفوركينج سيبريت بروسيسز، وهذا البرنامج ل create a separate process via Windows API. هذه إن شاء الله راح نتحدث عنها في المحاضرة القادمة، فخليكم ويانا. شكرا جزيلا ومع السلامة.